الله زعما متقي الله وكلشي زعما هذا هو واحد لقيت انفجرت بديت كنبكي وبديت كنقول ليه دعي معايا ودعي مع الواليد ودير تي عندك شي دعوه زوينه دعا ليا معاه وعزيز عليه الصيد وعزيز عليه البحر وزعما داكشي اللي فيه خليه لي انا حيجي ان شاء الله حيجي حيجي راجي من ربنا نلتقاو هنا ويلتقى معانا ونقول لك ها شفت هذاك اللي قلت لك هذا كلشي عند ربنا يا الله الله ما عليك البخيل من لا يضمن على الله هذا كله عند مولانا زعما الصراحه وحق الله شو من قلبي خارج عرفت انا عرفت يونس وسناء اللي كاينين في الضواحي ديال نواكشوط غادي يجربوا لبقتهم مع اول عائله موريتانيه لجؤوا ليها الطلب كان مقبول والضيافه الموريتانيه غادي تكون مسك الختام ديال نهار سعيد البعير باللغه العربيه انا الناس فوق الطاوله فاطمة تصبحي على خير مابغيتش نعاود نمد هكذا ملبساش مزيان خلديتي الخبز عريان كرة الفار طلعش طاح في وسط الميكل تو غي تخافي تو بي تو اتندرا كون مونش ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس وجاءت الهرقوب عدة ساعات لمنع تمديد العملية العسكرية ضد ليبيا شو شيء عجبك ولا ما يعجبك؟ ما شاء الله والبراسلي ده بصحتك بالعافية والصحة ليكم يعني أقل واجب نقدر نعمل معكم على الضيافة عرفتني مزيان هذه والله أعظم هدية لقيتها ربي شكرا جزيلا ربي يخليك مرحبا الله يخليك والله العظيم ترتحيت هنا في هذه المحميه يعني من ريحنا مع سيدي فتحت لي قلبي وتا هو واحد الانسان اللي محبوب حنا كان هذا اللقاء البارح مع هذه العائله هذا الروح اللي كاينين هنا في موريتانيا كان اللقاء رائع الناس بسطاء وحمد لله ما عندهم والو ما عندهمش الوليدات نعسوا مع السبع ونص بلا ما يتعشاو حتى داك البيبي قام الحليب اللي عندها لان ملي غيجيها الحليب وهي ما تتاكلش ما لقاتش باش تردعو تسنات حتى حلبات داك المعزه وعطاتو شويه ديال الحليب وشفنا بان الا تعطاتنا فرصه باش عاود نرجعو غادي نرجعو باش نساعدو وحنا نهديوك الخيمه ديالنا انت غتستعمليها اكثر هما ناس اللي مضيافين بزاف ونا كبروا بينا حسينا براسنا مع عائلتنا درنا لباس قليل ديالهم انا عطوني من الحفاظ اللي احنا جينا عندهم عطاونا وقتهم كامل يعني ما كناش ضياف زايدين بالعكس بحال كانوا كيتسناونا اليوم الثاني في مرحله موريتانيا 7 ديال الصباح الشيء اللي كيعني بدايه السباق عند المشاركين واللي قضوا اول ليله في ضيافه شعب قدر يرسم لهم لوحه جميله ديال الكرم وحسن الجوار الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين شكرا تبارك الله عليكم شكرا كنشكروا جميع الموريتانيين وتنقولوا لهم راه ما نساوش هذاك الخير اللي درتو فينا البارح لانهم كانوا جد طيبين معنا ونتمنوا لهم كل خير ونتمنوا بلادهم تبقى امنه وعايشين فيها بهنا ونتمنوا لهم هذا الهناء يستمر ان شاء الله بداية السباق المشاركين مستعدين يوقفوا أول سيارة تقدر تبدأ بهم الرحلة ديال الأوتوستوب واللي غادي تربط ما بين نواكشوط ونواديبو على مسافة 480 كيلومتر الرحلة العادية كتستغرق 7 ديال السوايع و30 دقيقة هشام وصفاء اللي مستفدين من الامتياز ديال التقدم ب 160 كيلومتر تقريبا على المشاركين غادي يشكوا في القيمة ديال هذا الامتياز خاصة أنهم مضطرين يتسناو السيارات اللي خارجين من نواكشوط كيف ما كان الحال خرجنا للطريق لوجيكمون كنخمم كنقول الناس اللي غادي يقدروا يديونا غادي يشوفوهم لي كونكورون قبل منا بور موا سو نيتي با ان افونتاج سيتي بلوس ان هانديكاب ودونك سا ستريسي بوكو
الوضع ما كيختلفش في المشارف ديال نواكشوط، سوى البوري حسوا بالزربه بالصعوبه وزادوا على المشاكل اللي لاقين في موريتانيا. سي لي بير دي كوسمار كو فافار اوجوردي توت لا جورني سي جو اون ريسك داريفي لي ديرني. الله. الاكيد هو ان نفس الاجواء مخيمه على الكيلومترات الاولى في الطريق الشماليه ديال نواكشوط، ومن هنا الزهمه غادي يجي خلقوا الاستثناء. وفواحد الجو اللي هو حار اليوم كان فريد من نوعه، واحد الحراره قويه. تسناو غنبقاو هنايا نتسناو لو توستوبكم دابيتيد. انا نركبكم ان شاء الله. وكل ما رجعنا للور وقربنا من نواكشوط كنفهموا ان الامتياز لعب بالمقلوب ولعب لصالح الفرق اللي ما قدروش يغادروا نواكشوط البارح. يونس وسناء ومحمد وامين غادي يقدروا يضمنوا المركوب بفضل الناس اللي قضوا عندهم الليل. الزهر كبير. هو في الاول كان بغى يدينا غير 16 كيلومتر ويقلب لينا على شي واحد شي بوليسي يهضر معاه باش يوقف لينا شي واحد غادي نواضيبو. قال لي علاش انا غنمشي لهادي؟ اللهم نخلص انا فلوس وسير سير تم نواضيبو. باش تلقاو ترونسبور ديريكت حتى نواضيبو؟ الحمد لله. زوج ديال الفرق في طريق لنواديبو، والخطوه الاولى رموها في طريق ضمان المشاركه في لعبه الحصانه اللي غادي تجمع بين ثلاثه ديال الفرق من بينهم هند وحكيم اللي ضامنين المشاركه. الوقت كيدوز على ميناء ونزهه اللي واقفين لحد الساعه في الطريق الصحراويه، ومعدل السيارات اللي كيدوز من قدامهم محسسهم بالخطوره. يا با دو فواتور كي باس سي بور سا سي لو ويكاند. لو ويكاند سي با كومون فو با كومون لسبيري سي تومبي ان ويكاند سي فاندردي لي جون ريست شيز او. ساعة ونص دازت على بداية السباق والملامح ديالو باقا جامدة، وما كاين حتى مؤشر لهشام وصفاء باش تسالي المعاناة ديالهم. واليوم الجمعة ما كيبقى يدوز حتى شي واحد باسكو الناس كيصليو، اي دونك بقينا واقفين. اجي صفاء اجي. من بعد ساعتين الحل غادي يجي لعند هشام وصفاء حتى لبين يديهم. توقفت سيارة واحد الانسان، واحد السيد خدام في الديوانة ديال موريتانيا مع الحدود مع المغرب. الله يجزيك بخير اسيدي، يمكن لك تديني معكم انا والزوجه ديالي نواديبو. تفهم الوضع ديالنا، ركبنا فيكم مجموعه تبقى عندك انا. الحمد لله سبحان الله وتعالى بغاك تدينا حنايا، هذا امر الله سبحانه وتعالى. بوفي نوز امني سي فو بلي سي سا فو ديرونجي با ميرسي بوكو. مينا ونزهه غادي يلحقوا هذه اللحظه بالفرق اللي في طريقهم لمدينه نواديبو الشماليه. زوج ديال السوايع تقريبا ضاعت لهم مع البدايه، ولكن المسافه ديال المهمه تقدر تغير المعالم ديال الترتيب في كل لحظه كتمر. سيو البوري اخر فريق غادي يركب، ومن بعد ما قاوموا القساوه ديال الطبيعه على رجليهم خاصهم دابا يقاوموا العناء ديال الركوب في شاحنه وسط الصحراء. جمع الفرق في هذه اللحظه في خط السباق لنواديبو. الفرق كيكتشفوا طبيعه جديده كتميزها الوعوره ديالها، ولكن الاهميه ديال المرحله كتهون الصعوبات وكتزيد تحمس المشاركين اللي عارفين ان المرحله الرابعه هي البوابه ديال المغرب، وحتى واحد ما كيتمنى الاقصاء وسط طريق الفاس. ولكن هشام ما مرتاحش في السياره اللي غادي توصلهم لنواديبو. المشكل الواحد هو انه كان عيان، كان ديجا ضارب 700 كيلومتر قبل ما يوصل لنواكشوط. تخلعت واحد الوقيته انا باسكو جو لو فويي في الروتروفيزور كينعس. الشك ديال هشام غادي يتاكد والتخوف ديالو غادي يكبر فاش غادي يقرر مول السياره يتوقف بسبب الحاله الصحيه ديالو. Il a commencé à avoir très mal au dos du fait de la position في الفولان. هو كان ولا بد انه يتوقف. مفاجأة ما كانش هشام وصفاء كيتوقعوها في هاد اللحظات ديال السباق، ولكن في غياب البديل هشام وصفاء مضطرين يتخلاو على التقدم ديالهم ويتسناو السائق يسترجع لياقته. المعاناة ديال الشاحنة غادي تنتهي بالنسبة لسي والبوري، وغادي تنتهي معها حتى الامال ديالهم باش يوصلوا من الفرق الاولين اللي يقدروا يلعبوا على الحصانة. الرحلة ديالهم في الشاحنة غادي توقف في النص ديال الطريق، والاوتوستوب غادي يضيع لهم وسط الصحراء. نواديبو بيد انا نسول بره. اكثر من نص ساعه ديال الوقت ضاعت على هشام وصفاء. الوضع ديال السائق باقي مستقر،
ولكن هشام ما غاديش يبقى مربع يديه. ظهرو سول واش بغى ياخذو الدواء على ظهرك تاخذو هاك خذ واحدة. عطيتو واحد لونتيان فلاماتوار درت ليه واحد لابوماد لظهرو الى سنتي كو حنا مزروبين داكشي دونك الى بري اوسي سور لوي جو لو ريميرسي دايور. تتبرك وانا اللي طلبت منه انه يبقى 5 دقائق اخرى بما يبرد، ولكن السيد تانجاجا معنا في المسابقه. 5 ديال السوايع مرات على بدايه السباق، هشام وصفاء من جديد في الطريق. الترتيب تغير اكثر من مره، وزوج ديال الفرق الاولين اللي غادي يوصلوا لعندي النواديبو غادي يشاركوا في لعبه الحصانه. احنا الان كنتواجدوا في احد بقايا قلاع الاستعمار الفرنسي. في هذا المكان هذا غادي تقام لعبه الحصانه. زوج ديال الفرق اللي غادي يوصلوا الاولين هما اللي غادي يشاركوا في هذه اللعبه هذه، بالاضافه لهندو حكيم اللي ضمنوا التاهل في نواكشوط. مرحبا بكم في نواديبو. سباق لهذا اليوم وصل المراحل النهائية. تركيز المشاركين منصب على عالم داكار فاس إكسبريس في ضواحي نواديبو، بالضبط في زوج ديال القلاع اللي مبنيين في سواحل الأطلسي. إوا شنو هما لي دو تور؟ غيكون حدا البحر؟ هي دو تور بلو. هما هادوك. سا دو زومينا على سلامتكم. على سلامتكم. كتعرفوا بانكم الى وصلتوا نتوما الاولين غادي تشاركوا في لعبه الحصانه، والا ربحتوا كذلك روحوا في لعبه الحصانه غتربحوا التاشيره ديال المرور في الصحراء المغربيه ان شاء الله. صفاء وهشام وصلتوا عندي نتوما الاولين. الحمد لله. زومينا على سلامتكم. الله يسلمك. وانتم جيتوا انتم الثانيين. شكرا جزيلا. تبارك الله عليكم. شكرا اخي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مرحبا بكم في لعبه الحصانه. كنتوا ثلاثه ديال الفرق اللي تاهلتوا لهذه اللعبه هذه. هندو حكيم تاهلتوا انتم الاولين، صفاء وهشام وصلتوا في المرتبه الثانيه، ونزهومينا اول مره كيلعبوا معنا لعبه الحصانه. كما كتعرفوا لعبه الحصانه لعبه مهمه وكتوفر مجموعه من العناء على الفريق اللي كيفوز بها. فهاد اللعبه هذه عندكم كما كتلاحظوا ثلاثه ديال البرامل. هاد ثلاثه ديال البرامل فيهم خناشي. المطلوب منكم انكم تعمروا خناشي بالرمله من الجهه الاخرى وتجيبوهم حتى لهنا. غادي تدوزوا من هاد البلانشات اللي درنا لكم. الفريق اللي غادي يوصل الاول كيخصو يخوي الخنشه ديالو في البرميل ديال فريق اخر. البرميل الاول اللي غادي يعمر الفريق ديالو كيتعتبر فريق خاسر. الصعوبه ديال اللعبه كتجلى في ضروره اختيار فريق واحد كخصم باش يعمر ليه البرميل ديالو بالرمله، شيء اللي كيعني الاقصاء ديالو قبل ما يجي الحسم بالمجهود الفكري. ساعدين ساعدين وغادي نبداو المسابقه ديالنا. ثلاثه جوج واحد توب. طلقوا علينا علينا علينا. لعبه الحصانه هذيك هي التاشيره ديالنا باش غنمشيو للمغرب. كانت مهمه هذيك الحصانه بالنسبه لي انا وهشام. بركه بركه هشام ما نقدرش. مينا ونزهه غادي يبينوا من الاول على رغبه كبيره باش يتحدوا الاكراهات، والايقاع ديالهم لحد الساعه مربحهم بعد التقدم على هشام وصفاء. كونتيني اون فولي تيستي نو كاباسيتي لو ديباسمون دو سوا. واحد الشجاعه وواحد الصبر وواحد هذا وكله متعه. خليه يكون برا يكون برا في فيت انت في فيت. المنافسه بدات بين مينا ونزها وهشام وصفاء اللي اختاروا بعضهم باش يتنافسوا على تفادي الاقصاء. اون ماركي كو حتى هما اختاروا البرميل ديالنا يعمروه. دايور سي لو جو سي ملي كان عندهم لو درابو كانوا كيوقفونا كان افيك لو سوغير كنهبطوا. في الوقت اللي القرار ديال هند وحكيم يقدر يغير المعالم ديال التقدم، ولكن حكيم خاصو يدرس القرار ديالو. انا وهند اتفقنا على حاجه وحده وهي اننا ما غنزربوش، غنمشيو بشويه نديو الخنشه ديالنا والبالا ونتسناو هشام وصفاء ونزهو مينا نشوفوهم هما فين غادي يكبوا. دونك كونتيني كتشوف بنادم كتعرفو دونك الكوب الغامدي غادي يكون خفيف. بالنسبه لنزهو مينا قلناهم بانهم عيالات كبار شويه يعني صعيب عليهم انهم يهزوا خنشه ويمشيو فوق ديك البلانشه.